أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات من هذه السورة المباركة بيّن ربنا جل جلاله أن كفر المشركين وإعراضهم ليس نتيجة لنقص في الآيات ولا لغموض في البراهين، وإنما كفرهم عناد واستكبار وإعراض عن قبول الحق. فقال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال جل من قائل: ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وبين ربنا جل جلاله أن هؤلاء المشركين يقترحون الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عنادا واستكبارا. وبين ربنا جل جلاله أنه لو نزلت هذه الآيات فإنها لا تزيدهم إلا صدودا وإعراضا. فقال جل من قائل: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا
وللبسنا عليهم ما يلبسون. ثم ختم ربنا جل جلاله تلك الآيات بأن بين لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشركين في دواخل نفوسهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه صادق، يعلمون أنه أمين، لكنهم بآيات الله يجحدون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم قال جل من قائل: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. ثم جاءت هذه الآيات الكريمات تبين أن الناس في قبول الحق فريقان: فريق أحيا الله قلوبهم وأيقظ حواسهم فهم بها منتفعون، وفريق آخر يمشون بين الناس في صورة الأحياء لكنهم في حقيقة الأمر موتى، صم بكم عمي، لا ينتفعون بهذه القلوب ولا بهذه الأبصار ولا بهذه العقول ولا بهذه الأسماع، بل هم كالموتى سواء بسواء. يقول جل من قائل: إنما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب بمعنى يجيب، والسين والتاء زائدتان للتأكيد، كما في قول القائل: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب. فلم يستجبه أي فلم يجبه عند ذاك مجيب. إنما يستجيب الذين يسمعون، هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يدعو إلى الله، بأن الذي يستجيب لهذه الدعوة وينتفع بها من يستعمل هذه الحواس فيما يرضي الله عز وجل، في قبول الحق الذي نزل من السماء. ولذلك دائما القرآن يشبه المؤمن بالسميع البصير الحي اليقظ، ويشبه الكافر بالأصم الأبكم الأعمى الميت. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ يقول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وفي آية أخرى: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ما انتفعوا بهذه الحواس. ولذلك بعدما ذكر ربنا هؤلاء الأحياء اليقظين قال جل من قائل: والموتى. أجمع المفسرون على أن الموتى هاهنا بمعنى الكفار، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هؤلاء المعرضون عن الإيمان بك، المكذبون لك، المقترحون الآيات، هؤلاء سيبعثهم الله عز وجل، سيبعثهم من رقدتهم وسيوقظهم من سباتهم على أهوال القيامة إذا رجعوا إلى الله عز وجل. الله سبحانه يتهددهم في هذه الآية بقوله: ثم إليه
يرجعون. وهذا أسلوب من أساليب الحصر، قدم الجار والمجرور على العامل وأصل الكلام ثم يرجعون إليه، لكنه قال ثم إليه يرجعون، دلالة على أن المرجع والمصير إليه وحده لا شريك له. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. هؤلاء المشركون ما كانوا يكفون عن اقتراح الآيات، كما قال ربنا جل جلاله في خواتيم سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، وفي القراءة الأخرى: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وفي سورة الفرقان: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. الله جل جلاله يقول: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. هل قال المشركون هذا الكلام لفقر في الآيات؟ لا والله، قد رأوا من الآيات الشيء الكثير. أراهم رسول الله صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر نصفين، أسمعهم تسبيح الطعام وفي يده عليه الصلاة والسلام تسبيح الحصى بين يديه، حنين الجذع له عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهذا حديث متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له غلام من الأنصار منبرا فرقى على ذلك المنبر، سمع لذلك الجذع حنين يشبه صوت العشار، صوت الناقة إذا ضربها المخاض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجذع يبكي لما فقد من ذكر الله ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل عليه الصلاة والسلام وما زال يسكنه كما تسكن الأم ولدها حتى سكن، التزمه عليه الصلاة والسلام حتى سكن. كل هذه الآيات رأوها، وأعظم من ذلك وأكبر القرآن الكريم. الله جل جلاله قال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي مثل ما عليه آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يعني كل نبي من الأنبياء كان يؤتى معجزة حسية، فعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وموسى عليه السلام آتاه الله 9 آيات بينات، وصالح عليه السلام آتاه الله الناقة مبصرة، وقل مثل ذلك في غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتلك معجزات وقتية تنقضي بانقضاء زمانها، ومعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يتلى إلى يوم القيامة. لذلك الله جل جلاله قال: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل يا محمد جوابا لهؤلاء المقترحين: إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون أن في نزول الآية هلاكهم.
إذا نزلت الآية ثم حصل التكذيب فذلك مؤذن بالهلاك. قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الله جل جلاله آتى ثمود الناقة مبصرة، ونبيهم عليه الصلاة والسلام حذرهم، قال لهم: ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله أن تعقروها، واحذروا سقياها أن تعتدوا عليها. قال الله عز وجل: فكذبوه، فكذبوه، كذبوه لما قالوا له: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ومر معنا في سورة المائدة أن المسيح عليه السلام لما دعا الله بنزول المائدة قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم ماذا أصنع به؟ فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ولذلك ربنا جل جلاله يصف هؤلاء بالجهل، هؤلاء الذين يقترحون الآيات. الله جل جلاله يقول: ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون العاقبة إذا نزلت هذه الآية ثم لم يؤمنوا بها. وهؤلاء المقترحون قد رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله يجيب دعاءه ويحقق رجاءه، لما جاءه عتبة بن أبي لهب وقال له: يا محمد، أنا أكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. رجع الولد إلى أبيه قال له: يا أبتي، لقد أتيت محمدا فآذيته في ربه. قال له أبوه: هل رد عليك شيئا؟ قال: نعم. قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ماذا قال أبو لهب؟ قال له: فاحذر يا بني، فإني لا آمن عليك دعوة محمد. كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. لما خرجوا في السفر وجن عليهم الليل، أبو لهب جمع التجار الذين كانوا معه وقال لهم: قد علمتم أن محمدا دعا على ابني دعوة لا آمنها عليه، فلا تدعوه ينام وحده، افرشوا حوله. فجعلوه في وسطهم. يقول هبار بن الأسود بعدما أسلم رضي الله عنه وأنعم الله عليه، يقول: فلما انتصف الليل جاء سبع فشم وجوهنا، بدأ يشمشم هذه الوجوه، ثم وثب من بيننا وأخذ عتبة هزمه هزمة، أي عضه عضة، فسخ فيها رأسه. فلما أيقظوا أبا لهب وأخبروه قال: قد علمت أن دعوة محمد لا تخطئ. كانوا يعلمون أن دعوته مستجابة. رأوا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد معجزة الإسراء، سألوه عن صفة المسجد الأقصى قال: فجلاه الله لي حتى وصفته بابا بابا. سألوه عن قافلة بين الشام والحجاز أخبرهم بأنهم قد أضلوا بعيرا لهم، قال: فدللتهم عليه، قالوا: هذا صوت محمد. قالوا: أخبرنا متى تصل تلك القافلة؟ قال: تصل في يوم كذا عند مطلع الشمس، يقدمها جمل أورق. فلما كان اليوم المحدد صعدوا على الآطام على رؤوس الجبال، فقال قائلهم: ها هي ذي الشمس قد أشرقت، وقال الآخر: وها هي العير قد أقبلت. كان هناك آيات رأوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة رأى المنافقون ما هو أكثر، رأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الطعام القليل، وأن الماء ينبع من بين أصابعه،
وأنه يتفجر بمسه ودعوته، ورأوا أنه صلى الله عليه وسلم يبرئ المرضى بإذن الله، ورأوا أنه صلوات ربي وسلامه عليه تنقلب الأعيان له فيما مسه بيده أو باشرة، كما مر معنا في كتاب المعاملات في السفر لما أعيا بعير جابر رضي الله عنه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصاه، فصار يسابق القوم، يسابق القافلة. هذا كله قد حصل، ولذلك الجواب واضح. أنتم تريدون آية؟ إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل من قائل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. قوله جل جلاله: وما من دابة. من ها هنا مزيدة لإفادة العموم، وقد علم من القرآن ومن كلام العرب أن هذا الحرف من يزاد في ثلاثة مواضع: أولها قبل المبتدأ النكرة كما في هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، وكما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثانيا تزاد من قبل الفاعل كما في قول الله عز وجل: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. المعنى: ما أتاهم نذير من قبلك، لكن زيدت من لإفادة العموم. الموضع الثالث تدخل قبل المفعول، ومنه قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه، لكن زيدت من أجل أن تكون نصا في العموم. وما من دابة في الأرض. ما هي الدابة؟ كل ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض من إنسان أو حيوان أو وحش أو غير ذلك. وما من دابة في الأرض. طيب، لماذا ذكرت الأرض ها هنا؟ ومعلوم أن الدابة كما تكون في الأرض تكون في السماء، كما قال الله عز وجل: وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قال المفسرون: ذكرت الأرض ها هنا تهوينا لشأن هؤلاء الكفار، بأنكم لستم إلا دابة من دواب الأرض الكثيرة التي تمشي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. طائر يطير بجناحيه. يا أيها الإخوة الكرام، هل طائر يطير بغير جناح؟ طيب، لماذا قال الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم؟ ذكر المفسرون ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا من باب تأكيد الكلام، كما تقول: جاءني فلان يمشي برجله، ومعلوم أنه ما يمشي إلا برجله، أو قال لي هذا الكلام بفمه أو بلسانه. هذا من باب التأكيد، كما في قول الله عز وجل: يقولون بأفواههم، يقولون بألسنتهم. هذا كله من باب التأكيد. فقول ربنا جل جلاله: ولا طائر يطير بجناحيه، من باب التأكيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال بعضهم بأن الله جل جلاله قال: ولا طائر يطير بجناحيه، من أجل أن يبين أنه يقصد الطير حقيقة، لأن العرب قد تذكر الطيران دليلا على الإسراع،
كما نقول بلساننا الآن إذا طلبت من إنسان شيئا تقول له أريد منك أن تطير فتأتي به، وأنت تعلم وهو يعلم أنه لا يطير، لكنك تريد السرعة. وهذا معهود حتى في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أثنى على المجاهد والمرابط قال: كلما سمع هيعة طار إليها. كلما سمع هيعة أي غزوة أو قتالا طار إليها. ومنه قول القائل: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، وإن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا مني، وما سمعوا من صالح دفنوا، وإن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا. طاروا بمعنى أنهم أسرعوا في إذاعتها وإشاعتها. واضح أيها الناس؟ أما القول الثالث فقد قالوا بأن الله عز وجل قال: ولا طائر يطير بجناحيه، احترازا من مخلوقات تطير بأكثر من جناحين، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن لجبريل عليه السلام 600 جناح، ما بين الجناح والجناح كما بين المشرق والمغرب، والله يخلق ما يشاء. إذن عندنا كم وجه أيها الإخوان؟ 3 أوجه. إما أن يكون المراد التأكيد، وإما أن يكون المراد الاحتراز مما يقال مجازا: طار فلان إلى كذا بمعنى أسرع. وإما أن يكون من باب الاحتراز عن مخلوقات تطير بأكثر من جناحين. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. الأمم جمع أمة، وهي الجماعة التي تتشابه في المعتقد أو في الجنس أو في الصفات. إلا أمم أمثالكم، فما وجه المثلية أيها الإخوان بين الإنسان وبين الدواب والطيور؟ ذكر المفسرون في ذلك وجوها. الوجه الأول بأن المثلية هاهنا في أن الجميع مخلوق مرزوق مفتقر إلى خالق رازق، يعني مثلما أن الله جل جلاله يرزق الطيور في أبكارها والوحوش في غاباتها، ولولا رزق الله إياها ما استطاعت أن تجد شيئا، كذلك أنتم يا معشر بني آدم مثل تلك الدواب والطيور، ليست أرزاقكم موكولة إلى عقولكم ولا إلى سعيكم، بل الرزق ابتداء ممن؟ من الله جل جلاله. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذن من جهلهن البهائم، يعني لو كانت الأرزاق بالعقول وبالتدبير فهذه البهائم لا عقول لها ولا تدبير. ويؤيد هذا المعنى قول ربنا جل جلاله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني: إلا أمم أمثالكم، أي في الموت والبعث والاقتصاص. إلا أمم أمثالكم بمعنى أنهم سيموتون كما تموتون، ويبعثون كما تبعثون، ويقتص منهم كما يقتص منكم. ويؤيد هذا المعنى الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن الناس محشورون يوم القيامة حفاة عراة غرلا،
كما بدأنا أول خلق نعيده، وأنه يقتص للشاة الجلحاء، وفي رواية الجماء من الشاة القرناء. يعني لو أن شاة لها قرون نطحت شاة لا قرون لها، يوم القيامة يقتص للجماء أو للجلحاء من القرناء. والحديث رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عنزان ينتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. فهذا هو وجه الشبه. طيب، الوجه الثالث، وقد قال به سفيان بن عيينة وارتضاه بعض المفسرين، بأن هناك شبها بين الآدمي وبين البهائم. قال: فمن الناس من له جرأة كجرأة الأسد، ومنهم من يعدو كعدو الذئب، ومنهم من يعوي كعواء الكلب، ومنهم من له شره كشره الخنزير، والعياذ بالله. يعني بعض الناس في صورة الآدمي لكنه في حقيقة الأمر بهيمة، كما قال القائل: أبني إن من الناس بهيمة في صورة الشخص السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. يعني بعض الناس، نسأل الله العافية، فيه نوع من العدوان على الناس والتعطش للدماء، كأنه ذئب أو كأنه أسد، لا يخاف لا من الله ولا من الناس. وبعض الناس، نسأل الله العافية، نهاش عقور كالكلب. الكلب كما قال ربنا: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني لسانه متدلي، سواء رميته بحجر أو تركته قارا في مكانه. كذلك بعض الناس، إن أحسنت إليه عوى، وإن لم تحسن إليه عوى، لو أنك رددت عليه عوى، لو أنك سكت عنه عوى. فيه شبه من الكلب. وبعض الناس والعياذ بالله يعيش لبطنه وفرجه، همه في الدنيا بطنه وفرجه، هذا فيه شبه من الخنزير. هذا الكلام الذي قاله سفيان بن عيينة رحمه الله، قاله من بعده أبو عبد الله بن القيم رحمه الله، فذكر بأن ذنوب الناس إما أن تكون ذنوبا سبعية أو ذنوبا بهيمية. ذنوب سبعية يعني كالسباع، وبعض الناس ذنوبه بهيمية، هذا الذي همه بطنه وفرجه. هذه وجوه ثلاثة ذكرها المفسرون رحمهم الله في تفسير قول ربنا جل جلاله: إلا أمم أمثالكم. ثم قال سبحانه: ما فرطنا، والتفريط هو الإهمال والتضييع، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هاهنا للمفسرين فيه قولان: القول الأول بأن المقصود به القرآن، المقصود بالكتاب القرآن، ويشهد لهذا قول ربنا جل جلاله في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن هذا التبيان أيها الإخوة الكرام، بعضه يفقهه كل الناس، وبعضه لا يفقهه إلا الراسخون في العلم، وبعضه لا يفقهه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضه قد اختص الله جل جلاله نفسه بعلمه جل جلاله. ما فرطنا في الكتاب من شيء. القول الثاني بأن المقصود بالكتاب اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ، الكتاب المكنون الذي كتب الله فيه كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ومهما يكن من أمر، فإن الكتاب كما مضى معنا الكلام مرارا مشتق من الكتب، وهو الضم
والجمع، ومنه قول القائل يزم قبيلة فزارة: لا تأمنن فزاريا إن خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري. اكتبها بمعنى خطها بأسياري، خط فرجها بأسياري. ومنه قيل للخياطة كتابة، الخياطة تسمى كتابة لأن فيها جمعا للشيء الذي تفرق وتمزق. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون بمعنى أن هذه الدواب، هذه الطيور، هذه الوحوش، هذه المخلوقات، هؤلاء الإنس، هؤلاء الجن، كلهم يحشرون إلى الله عز وجل. ويشهد لهذا قول ربنا: وإذا الوحوش حشرت. يعني يوم القيامة لن نحشر وحدنا معشر بني آدم، بل معنا كل هذه المخلوقات. ثم إلى ربهم يحشرون. قال الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. صم جمع أصم، بكم جمع أبكم، ما كان على وزن أفعل. إذا كان صفة مشبهة فإنها تجمع على فعل، أصم صم، أبكم بكم، أعمى عمي، أحمر حمر، وهكذا. صم وبكم في الظلمات، في الظلمات بمعنى أنهم عمي، كما قال ربنا جل جلاله عن المنافقين: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقال عن الكفار: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومنه قول عبد الرحمن بن الحكم الثقفي: لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. بمعنى أن إنسانا قد يقول: كيف يصف الله عز وجل هؤلاء الكفار بأنهم صم وبكم، وقد بين في آيات أخرى بأنهم يسمعون وأنهم يتكلمون. قال الله عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال: ومنهم من يستمع إليك. وقال: ومنهم من يستمعون إليك. لكن المقصود أيها الإخوان أنهم يسمعون سماعا لا ينتفعون به، ويرون آيات الله عز وجل لكنهم لا ينتفعون بها. قال سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم. لماذا؟ لأنهم يقترحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات بعينها، يقولون: لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل إليه كنز أو جاء معه ملك. يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، يطلبون منه أن يبعث إليهم الموتى وليكن فيهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخا صدوقا، من أجل أن نسأله عنك: أصادق أنت أم كاذب؟ وقد أراهم الله عز وجل من الآيات ما هو أعظم. يقول سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمر إذا أثمر وينعه
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. هذه كلها آيات يرونها بأعينهم فوقهم وتحتهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كل هذه الآيات يرونها، لكن ما العلة؟ العلة قال الله عز وجل صم وبكم في الظلمات. صم وبكم بمعنى أنهم صم وبكم وعمي. وقال بعض المفسرين بأن قول الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مقصود به مآلهم يوم القيامة، كما قال جل من قائل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. الضلال تقدم معنا الكلام مرارا في أنه في القرآن يطلق على أربعة معان. الضلال بمعنى النسيان كما في قول ربنا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، والضلال بمعنى الغياب والاضمحلال. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. والضلال بمعنى الحيرة كما في قول الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، كما قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ثم الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الجنة إلى طريق النار، الذهاب عن الحق إلى الباطل. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله عز وجل. وهذه الآية ونظيراتها يستدل بها بعض الملاحدة في زماننا من أجل أن يقولوا للناس بأن كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر وكل شيء مسطور، فلماذا يحاسبنا الله عليه؟ بمعنى أن الإنسان الذي يضل، الذي يكذب، الذي يسرق، الذي يشرب المسكر، الذي يفعل المنكر، كل ذلك قد كتب عليه فهو مجبر على أفعاله. فهؤلاء هم الجبرية. الجبرية وهو مذهب أبي جهل، ليس مذهبا جديدا، يعني ما جاء به هؤلاء، وإنما أبو جهل ومن معه كانوا يقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. طيب هؤلاء أراد آخرون أن يفروا مما وقعوا فيه من الضلال فوقعوا في ضلال أعظم، فقالوا بأن ما يقع في الكون من الضلال والكفر والفسوق والعصيان ما شاءه الله، الله جل جلاله ما شاءه، لكنه وقع وما علم الله به إلا بعد وقوعه، أسأل الله العافية والسلامة. و المعتزلة كانوا يقولون بهذا القول، ووقعت مناظرة بين أحد كبار القاضي عبد الجبار المعتزلي وبين إمام من أئمة أهل السنة وهو أبو إسحاق الإسفرائيني، لما جاء عبد الجبار فقال
سبحان من تنزه عن الفحشاء، بمعنى أن الفواحش التي تقع في الدنيا ما وقعت بمشيئة الله. فقال أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار: أيشاؤه ثم يحاسبني عليه؟ فقال له أبو إسحاق: أتراك فاعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال له: أرأيت إن شاءه ثم حاسبني عليه ومنع عني الهدى وشاء لي الضلال، أكان ظالما لي أم عادلا معي؟ فقال له أبو إسحاق: إن منعك ما هو حق له فعدل، وإن منعك ما هو حق لك فظلم. بمعنى أنه يقول له: الهداية هي ملك لله عز وجل، من شاء الله هداه، هذا تفضل من الله عز وجل. لذلك يقال للجبري، الجبري يقال له: كل ما أعطاه الله للمؤمن الذي يصلي والذي يصوم والذي يتنزه عن الفواحش أعطاك الله إياه، أعطاك الله سمعا وبصرا وعقلا مثل ما أعطاه الله سمعا وبصرا وعقلا، أرسل إليك رسولا كما أرسل إليه رسولا، القرآن الذي يقرأه يمكن أن تقرأه، الآيات المبثوثة في الكون والتي يراها يمكن أن تراها، ما حجب الله عنك شيئا من أسباب الهداية. لكن ربنا جل جلاله في القرآن بين أن إضلال الله إياهم إنما جزاء على ضلالهم، قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قال: بل طبع الله عليها بكفرهم، قال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الران الذي يحجب الهداية عن قلوبهم بسبب اقترافهم الموبقات ووقوعهم في المعاصي والسيئات. ولذلك قال سبحانه: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ثم قال جل من قائل: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بخسف أو مسخ أو غرق أو حرق أو حجارة تنزل عليكم من السماء أو غير ذلك، أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا أمية، يا عقبة، يا أيها الكفار، يا من تشركون مع الله غيره، إذا وقعتم في شدة، إذا أصابتكم غمة، إذا نزلت بكم قارعة، هل تدعون أصنامكم وآلهتكم المدعاة أم أنكم تلجؤون إلى الله وحده؟ بيّن ربنا الجواب في قوله: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ثم بيّن جل جلاله بأن تصرفه ليس في البحر وحده، وإنما في البحر والبر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يسقط أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ ويقول الله عز وجل: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. أغير الله
تدعون إن كنتم صادقين؟ قال سبحانه: بل إياه تدعون. تستيقظ فطرتهم عند نزول المحنة. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الآن الملاحدة الذين يزعمون أنهم ملاحدة كذابون، كذابون، لأن الفطرة، لأن فطرتهم تقول لهم الله جل جلاله موجود، الله جل جلاله فعال لما يريد، الله جل جلاله على كل شيء قدير. ولذلك هذا الملحد نفسه إذا يعني أصابته مصيبة فإنه يتجه إلى السماء. ولذلك من يعني المضحكات المبكيات، ذكروا عن بعضهم بأنه درس في أوروبا الشرقية أيام الشيوعية والإلحاد، ثم جاء فوجد أبويه يصليان، فقال لهما: أما زلتما في هذه الخرافات؟ فقالوا له: اتق الله. فقال: أنا ملحد، ما أعرف الله. فقالوا له: لا، أنت ولدنا، نعرف بأنك مسلم، أنك مؤمن. قال لهم: والله العظيم أنا ملحد. هو يحلف بالله أنه ملحد. هذا من خفة عقله ومعارضته للفطرة. ولذلك الإلحاد الذي ظهر في أوروبا، كما يقول صاحب الظلال رحمه الله، إنما كان فرارا من الكنيسة الظالمة الباغية التي تمنح الناس صكوك الغفران وقرارات الحرمان، التي تقدم للناس دينا مزيفا ما أنزل الله به من سلطان، التي جعلت من القسس والرهبان حكاما على ضمائر الناس وقلوبهم. وهذه الموجة الإلحادية شجع عليها اليهود وحرضوا من أجل أن يخرجوا النصارى من دينهم ويسهل لهم أن يقودوهم حيث شاءوا من العهر والفساد. أيها الإخوة الكرام، ذكروني في درس الغد إن شاء الله في قول ربنا جل جلاله: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. من أجل أن نبين أن لولا في القرآن تأتي على ثلاثة معان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.